حسب رأيك شنو هي المهام الاستعجالية اللي تنتظر الحكومة الجديدة؟ هل هي مهام أمنية أم اقتصادية أم تشغيل؟ والله هذا الكل اللي ذكرته، معناها كل الأمن أولا، تمشي التشغيل ثانيا، بعد معناها بعث مشاريع سواء من الداخل أو من الخارج. بيان سور الأمن هو نمرة واحد، معناتها لازم الإرهاب، مكافحة الإرهاب أول حاجة باش احنا نطمينه، وبعد لا تجي الأوضاع الاقتصادية شوية، احنا الشباب نحبوا التشغيل، شفتوا احنا متخرجين، معناتها أما الأمن أول حاجة والأولوية. في كل الحالات الشعب التونسي ديما ضحية، في كل الحالات، معناها ما فما حد شيء يفرح. هيك هي، نقوم الصباح نرقدوا في الليل، نقوم الصباح نرقدوا في الليل، نفس الموضوع ديما يعدوا فيها علينا وبرا. أما هما في بالهم هما عدوا فيها علينا، احنا فايقين بهم، والشعب التونسي كامل فايق، أما يعدي فيها كما يقول المصري بمزاجه وبرا. الحل حسب رأيك؟ ما فما حتى حل، الحل اللي الشعب التونسي يزمو يفيق ويعاود يتحرك كما تحرك في 14 جانفي. أبزل حاجة تو، أبزل حاجة هي الأمن نتاع المواطن. ابزل حاجه، خاطر كي المواطن ما يحس روحه وكما نقولوا احنا في امان مش باش يسكت. الامن هو يعني في البلاد لازم نكونوا نعيشوا مرتاحين وكما قبل واحسن من قبل، نحن ما كناش نصوروا روحنا باش نعيشوا يعني كيف من هكا في رعب وخوف، نتصوروا يعني نقدموا بلادنا القديم اكثر من هكا خير.